بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي دكتوره بوسعين انديل، المرشد الاكاديمي العام لكليه تكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقيه جامعه فاروس بالاسكندريه. بتعتبر كليه تكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقيه كليه رائده والاولى من نوعها بمحافظه الاسكندريه، بتعمل على تخريج كوادر متميزه للعمل بالمجالات الصحيه المختلفه، وبتتيح الكليه فرص التدريب العملي بمختلف الاقسام، وهذا بالتنسيق مع كبرى المنشات الصحيه والبحثيه والطبيه الموجوده بالجمهوريه. بتحتوي الكليه على 6 برامج مختلفه، منها تكنولوجيا المختبرات الطبيه. بيعتبر هذا البرنامج من البرامج الهامة، حيث أنه يهدف إلى تخريج طالب قادر على سحب وإعداد وتجهيز العينات الطبية بمختلف أنواعها، وبالتالي التعامل مع جميع الأجهزة التحاليل الطبية، تحضير العينات الطبية ومعايرة الأجهزة، وأيضا الحفاظ على أسس السلامة المهنية للخريج وللمريض، مما يتيح للخريج فرص عمل متميزة بالمراكز والمستشفيات الطبية المتخصصة. تاني برنامج عندنا هو برنامج تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية. يعتبر تخصص الأجهزة الطبية الحيوية من التخصصات الحديثة في العلوم الهندسية التي ظهرت مع تطور الطب الحديث، وبيهدف البرنامج للحصول على خريج قادر على العمل على تجهيز الأجهزة الطبية، تركيبها وإعدادها وتشغيلها، وكمان بيقدر الخريج إن هو يعمل بمجالات العمل المختلفة سواء بالمستشفيات أو المراكز الطبية، وكمان بشركات الأجهزة الطبية وشركات الصيانة. ثالث برنامج عندنا تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي. بيهدف البرنامج للحصول على خريج قادر على العمل على تقنيات الأشعة الطبية المختلفة سواء كانت تشخيصية أو تداخلية، ويكون ملم بالقوانين قياسات الإشعاعية وأيضا طرق الوقاية الإشعاعية وطرق العلاج الإشعاعي والطب النووي، مما يؤهل الخريج للعمل بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، مراكز الأشعة التداخلية، مستشفيات القلب ووحدات القسطرة، مراكز الأورام والعلاج الإشعاعي. رابع برنامج معنا هو تكنولوجيا التغذية وسلامة الغذاء، وبيهدف البرنامج الحصول على خريج قادر على العمل بمجالات الصحة والقطاع الصناعي، وبيهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى تعزيز صحة السكان والمجتمع، مما يتيح للطالب الفرصة للعمل بمجالات الصحة والبحث العلمي، بمجالات صناعة الأدوية والصحة العامة وتغذية الرياضيين وأصحاب الأمراض المزمنة. خامس قسم عندنا تكنولوجيا تركيبات الأسنان. بيهدف هذا برنامج للحصول على خريج قادر على صناعة تركيبات الأسنان المختلفة، وأيضا إعداد المواد المستخدمة في هذه التركيبات وتحضيرها، مع المحافظة على سلامة المريض وسلامة الخريج، مما يتيح للطالب الحصول على فرص عمل متميزة بمعامل القطاع العام بوزارة الصحة، وأيضا معامل القطاع الخاص سواء داخل مصر أو خارج. سادس قسم هو قسم تكنولوجيا الرعاية الحرجة والتخدير. بيهدف هذا البرنامج للحصول على طالب متخصص بالرعاية الحرجة والتخدير، وأيضا رعاية الحالات الحرجة وملاحظتهم، وبالتالي التعامل مع كافة الأجهزة الطبية الموجودة داخل وحدات العمليات ووحدات الرعاية الحرجة، مع مراعاة أسس السلامة المهنية، مما يتيح للطالب فرص عمل متميزة بالمستشفيات والمراكز المتخصصة. وأخيرا بنرحب بيكم في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة فاروس بالإسكندرية. بنرحب بكل استفساراتكم وأسئلتكم.